السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام وين ما كنتم، نحييكم بيوم جديد وحلقة نهاية الأسبوع. نتمنى لكم نهاية أسبوع جميلة جدا، لكن تفتدونها معانا هني في الصباح رباح. وخلونا ننطلق بأبرز العناوين، وعندنا عدد من الفقرات والفعاليات والبداية مع أبرزها. تشكيل فريق لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي للدولة. إيجابيات وسلبيات دائرة الأمان الخاصة. من ضمن فقرات اليوم من حول العالم تتابعون أيضا ظاهرة القمر الأزرق الفائق في الولايات المتحدة، جهود يابانية هائلة للاستعداد للزلازل، مشاهدينا من بعد العناوين نتعرف على سؤالنا التفاعلي لحلقة اليوم اللي طرحناه عبر انستغرام قناة الريان، وهو برأيكم ماذا بعد توقف مواقع التواصل الاجتماعي؟ هذا سؤال جدا مهم، يعني لازم نطرحه بهذه الفترة، خصوصا راح نتعرف أكيد على تفاعلاتكم في سياق الحلقة. أما الحين مشاهدينا لأولى تقاريرنا لليوم، حيث تعمل اللجنة الوطنية للأمن الغذائي على تشكيل فريق مشترك من المؤسسات الحكومية وفريق استشاري أيضا لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للأمن الغذائي للدولة 2022-2023 و2030. خلونا نشوف تفاصيل في هذا التقرير. تعكف اللجنة الوطنية للأمن الغذائي على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي للدولة 2023-2030 من خلال فريق مشترك يتضمن مجموعات عمل بين المؤسسات الحكومية وفريق استشاري، ويشارك في إعداد الاستراتيجية من قطاع الأمن الغذائي المزارعون في الدولة والسلطات العامة والتجار والمستوردون والشركات اللوجستية والأسواق وشركات المزادات وبائعو التجزئة والجملة والموزعون ومزودو خدمات المرافق العامة. وترتكز المبادئ على مواصلة تطوير القدرات المحلية المستدامة بشكل شامل في مجال إنتاج الأغذية ومعالجتها وتوزيعها وتجارة التجزئة، وتتطرق إلى سياسات التسعير المنصفة والحفاظ على المرونة من خلال الاستفادة من الاحتياط الاستراتيجي والمخزون المؤقت واستخدام أنظمة التنبيه والتوزيع السريع، كما تتطرق إلى ضمان التنوع واستدامة مصادر الإمداد الغذائي والخدمات اللوجستية من خلال الاستثمار الدولي والقدرات التجارية. وتهدف الاستراتيجية إلى الوصول لنظام غذائي مرن ومستدام وعادل بحلول عام 2030، يوفر أغذية صحية وآمنة وذات جودة وبأسعار معقولة لكافة أفراد المجتمع في دولة قطر وفي جميع الأوقات. مشاهدين بعد هذا التقرير وصلنا إلى أولى مواضيعنا لحلقة اليوم. الكثير من الناس عالقون في دائرة الأمان الخاصة بهم، أو حتى ما يعرف بالكومفورت زون مثل ما نسميه، سواء في علاقاتهم الشخصية أو حتى في أماكن عملهم أو وين ما كانت هذه العلاقات، رغم أن هذا الأمان اللي يشعرون فيه قد لا يعبر عن طموحاتهم ولا حتى أحلامهم ولا حتى يشبههم. حول هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف الكاتبة والناشطة الاجتماعية هبة الرئيسي. صباح الخير أستاذة هبة. صباح النور يا هلا، أنا سعيدة بوجودك معنا. الله يسلمك. اليوم راح نتكلم عن موضوع حساس ممكن نقوله عندنا. نعم. صحيح. نعم. الكومفورت زون احنا دائما نستخدمها، يعني حتى بمسح أو حتى بين صح. حواراتنا مثلا نقول حق واحد لو سمحت لا تدش في الكومفورت زون مالي، لا تقربها ايه. علي، كلميني عنها أو نشرحي لها. طبعا بالنسبة الكومفورت زون هي من اسمها منطقة الراحة، صحيح، فبالتالي هي منطقتي أنا، لا حد يعبرها ولا حد يتخطاها. يمكن هي تكون المنطقة الأمان بالنسبة لي في طول حياتي، ولكن بنفس الوقت إذا خلاص وصلت لمرحلة أن الكومفورت زون مالتي صارت بزيادة، فممكن تصبح أنه شيء ممل.
ولكن أنا بالنسبة لي هاي أماني، يعني ما أبي أتخطاها وما أبي أن أنا أجرب شيء جديد. صحيح. ممكن هبا نقول مثلا أن الشخص يعرف نفسه. نعم. ويعرف شنو يحتاج. نعم. ويعرف الأشياء اللي يحبها. صحيح. فبالتالي يحطها في هذه الدائرة. لما يدش حد يقول له ليش تسوي شيء أو ليش ما تطلع من هالمكان أو تروح هالمكان، كأنه يكسر له هذه الدائرة. أيوة. شعور الانزعاج هذا شلون يخلي مشاعرنا تجاه الآخرين؟ طبعا لما انت تتخطين الكومفورت زون فبالتالي انت تتخطين حدودي، يعني تتخطين يعني منطقتي انا. صحيح. فتحسين انه خلاص لما الشخص يدش او انه يحاول بقدر الامكان ان الشخص الاخر يكسر هذا الحاجز، هو يخاف، هو يتوتر، تحسين انه هو مو مستعد انه يتخطى هالمنطقه او احد، يعني مثل ما يقولون انه منطقه محدودة محمية. يعني إذا أنت تخطيت تحمل العواقب. مو كل الناس حتى هذا اللي هما يعني عندهم القوة والصلابة. أكيد. والإرادة أن هما أي حد يدش عليهم كومفورت زون يخربها يقدرون يتحملون. في ناس ينهارون. صحيح. أكيد. يعني أنا مثلا أعطيك تجربة شخصية، أنا ما أقول أن أنا كنت في الكومفورت زون، ولكن أنا كان لي عالمي الخاص، يعني خصوصا بعد ما خلصت ثانوية، يعني خلص لي عالمي الخاص أنه ما حد يتعداه. ما أبي ناس جديدة، ما أبي أن أتعرف، ما أبي، خلاص أنا منطقتي هاي حياتي، أنا عجبتني كذي. عندك ناسك وحالك وخلاص، عندي أموري حتى بالجامعة، يعني محاضراتي وخلاص من البيت وخلاص. لما أحد حاول أنه يتخطى هالمرحلة هو خاف، يعني قال أنه إيش في، يعني شو السالفة، يعني وأنا اللي هو ما قدرت يعني أحاول. القبول ما كان موجود من الطرفين. ما كان موجود من الطرفين. أيوة. فبالتالي خليت الموضوع وهربت، شردت يعني. ف الهروب بعد مشكلة. الهروب مشكلة، يعني خصوصا أنت خلاص متعودة على هالمرحلة، أنت شايفة أنت شايفة هالمنطقة أنا عجبتني مناسبة لهذه المرحلة، يعني في كل الأوقات، غيرك شايف إن لا أنت كلش ما مو بعايشه، مو بحاسه انك عايشه، يعني حاسه ان الطرف الاخر حاس انك انت مكبوته، دافنه نفسك في هالصندوق، ليش ما تطلعين؟ ليش ما انك انت تحاول بقدر الامكان؟ بس هي ممكن هبه في مرحله ما ممكن الواحد يحتاج فعلا ان حد يدخل عليه هذه الدائره. اكيد اكيد. ما انا يعني احاول بقدر الامكان يا ان احد يدش هالمنطقه ويكسرها، او ان انا احاول بقدر الامكان ان انا اكسرها، لان انا اكيد في يوم من الايام بتعب، بحس ان فعلا انا وايد امور بتطوفني، سواء بحياتي، سواء بطموحي، سواء بشغلي، سواء بحياتي الاجتماعيه. فبالتالي انا الحمد لله رب العالمين قدرت ان اكسر هذا الحاجز بالتطوع، يعني هذا من ضمن الامور اللي ممكن ان انت تكسر فيها حاجز الراحه، انك انت تجرب شيء جديد. اغلب الكسر، يعني اغلب الناس صارين اذا بيكسرون شيء عندهم هبه يروحون للناس. اكيد. يدشون على ناس جديده. اكيد. يعني في هالفتره قاعده اقرا وابحث وهاي، اكتشفت فعلا اللي يبي يكسر دائره عنده. نعم. ينطلق. وصدمتني لما قلتي التطوع، لانه يعني هذا اغلب، يعني اكثر شيء ممكن يكسر مود الانسان ويطلعه من الدائره اللي هو فيها. اكثر شيء يكسر حاجز الخجل او حاجز الراحه انك انت تتعرف على ناس جديده، تحاول بقدر الامكان انك انت تجرب شيء جديد، مو بشرط التطوع، يعني ممكن انك انت تتعرف على ناس جديده. صحيح. بس حطي في بالك انه يعني لا تتعمقين، يعني مثلا انت بتتعرفين على ناس جديده وحياه جديده ومثل ما قلت التطوع، بس حاول بقدر الامكان انه شوي شوي، لان يعني منطقه الراحه اذا احنا كسرناها يبي لنا وقت، يعني عادي احنا ننصدم، فبدال ما نروح بدال منطقه الراحه منطقه الخوف، فهني الموضوع يصير أسوأ. صح. هبة، في جملة جميلة سمعتها من شخص من كم سنة بس عالقة في راسي. الشخص هذا ما كان اجتماعي. أكيد. نعم. فعشان يكسر هذه الدائرة شنو صار؟ صار يروح المجمعات. احنا عندنا ثقافة جميلة اللي هي ما شاء الله مجمعاتنا كبيرة ومبردة وحلوة. صح. فيمشي في المجمعات. فيعني كان شيء حلو انه لما الواحد يمشي هناك هو لهو دش في علاقات، بحيث انه كان صعب عليه مثل ما قلتي من شوي، بنفس الوقت اللي هو شاف الناس. كلمينا عن بعض الطرق اللي ممكن الواحد يكسر في هذه المنطقة. ممكن مثل ما قلت ناخذها واحدة واحدة، ناخذها شوي شوي، يعني مثل ما تفضلتي انه ممكن ان احنا نروح مجمعات ونختلط مع الناس وفي نفس الوقت ما نختلط. صح. انه يعني احنا نشوفهم بس ما نكون علاقات. يعني هذا يمكن احسن وابسط حل في البداية، لانه عادي جدا انت ممكن ان فجأة
تسألين شخص إنه والله شخبارك إيش حالك، وهو يصدمك برده إنه أنت من وأنا ما أعرفك وهاي، فبالتالي هو ينصدم، هو زين أنا بأكون علاقات، لا يعني موضوع من كذي، الموضوع يبي له وقت إنك أنت أول شيء تشوف الناس، تشوف الغير من بعيد على أساس إنك أنت تتقبل إنه أوكي أنا دشيت هالمرحلة الأولى، وهي مرحلة جدا كبيرة يعني إنك أنت تخطي هالخطوة، إنك أنت تختلط مع الناس ولكن بدون إنك أنت تتعمق. وبعدها ممكن إن إحنا نلجأ لأمور ثانية مثل ما قلت التطوع، فالتطوع يخلط إنك أنت تسوي نشاطات، هني عاد ممكن تكون علاقات. يعني مثلا إذا كان في مثلا أي نشاط أو أي فعالية أو كل هالأمور، غصبا عنك أنت إنك أنت بتسولف أو بتتكلم مع الشخص الآخر، مجبور بس بيكون شيء جميل، بيكون شيء جميل طبعا بغض النظر، يعني لأن في النهاية الهدف إنك أنت تحاول تتواصل، سواء عاد بتطوع، سواء عاد بقعدة، سواء باجتماع، أهم شيء إنك أنت وصلت للمرحلة الثانية إنك أنت تحاول بقدر الإمكان إنك أنت تكون خلينا نقول علاقة زمالة أو في النشاطات أو الفعاليات، لأنك أنت مجبور إنك أنت بتتحرك وإنك بتسولف وإنك بتروح وإنك بتي، فبالتالي بتحس إن رهبة الخوف اللي عندك شوية بتقل. صح. هذا يعني بسألك سؤال هو يمكن يكون بسيط، نعم، ولكن أبي جوابك يكون حق الناس اللي لحين ما طلعوا الحين، يعني شخص موجود في هذه المنطقة، نعم، يخاف يطلع منها، نعم، يبي يطلع بس يخاف، يعني عطينا حافز أو قولي لا أو تقولي لهم يعني بعض الأمور اللي راح يستفيدون منها إذا فعلا تجرأوا وكسروا هذه الدائرة. شوفي من تجربة شخصية تعرفوا يعني قصدي بمعنى أن حاولوا بقدر الإمكان أن ما يضيع عليكم فرصة أن أنتوا تحاولون فيها بكثير من النشاطات، لأنه هو بالتالي أثر علي أنا لما أنا حاولت أن أنا أكسر هالحاجز من خلال النشاطات ومن من خلال أن أنا أتعرف على ناس جديدة، بغض النظر إذا هالناس كونت معاهم علاقة عميقة أو لا، حاولوا بقدر الإمكان تكسرون هالحاجز بخلال أمور بسيطة، يعني مو بشرط إن أنا أبتدي بشيء كبير، لأن فعلياً في ناس بتنصدم وبترجع تنتكس مرة ثانية. فشوي شوي يعني بالبداية تشوفوا لكم مثلاً نشاطات فيها يعني فيها ناس، فيها اختلاط، ولكن يعني ستيب باي ستيب، خطوة بخطوة بتحسون بالفرق كل مرة، مو من البداية. هو تدري في شيء صعب، انه احيانا مثلا الام او الاب، نعم، او حتى الاهل او، نعم، المجتمع، صحيح، يجبرون الشخص الا تروح وتكسرها، اكيد، فهذا هني بيصير رد فعل عكسي. بس لازم الشخص نفسه بعد هذا يكون هو قوي كفايه، صح، بحيث انه اوكي بسوي اللي يبونه بطلع، بس بسوي شوي شوي نفس ما هو يناسبني. ولا تنسين ان الدعم النفسي جدا مهم، يعني هذا ما تكلمنا عنه بعد، أيه، كلمينا عنه يعني شوي. الدعم النفسي جدا مهم، يعني انت مثلا الحين في هالمنطقه، وخلنا نكون صريحين، انت تشعرين انك انت خلاص بروحك في هالعالم او القوقعه اللي انت مسويتها، ما تبين احد يدش. الدعم النفسي هنا عاد مهمته انه يحاول انه يكسر هالقوقعه الشخص اللي فيه في منطقه الراحه. لازم الدعم النفسي يكون صبور على اساس ان الشخص الاخر بيستجيب له، لان انت يعني مو بين يوم وليله انه خلاص يلا تعال معي يلا خلينا نطلع، هذا مو دعم، هذا كانه إيه؟ قطيته في المعركة. فكونك انت بتدعمه لازم تعرف او تحاول بقدر الامكان ان حالته توها انه هو يحاول يكسر هالحاجز، فبالتالي انت ممكن تساعده انك انت تحفزه انه يلا مثلا نروح مثلا مكان نشوف الناس فقط، يلا مثلا المره الثانيه نقعد مثلا في مكان ومثلاً جروب صغير نتعرف فيه على بعض أو نفتح نقاش أو أي شيء من هالأمور على أساس إن نقدر نسولف. كل هالأمور مرة بعد مرة بعد مرة بيحس الشخص إنه والله في هاي الدعم النفسي المناسب لي، مو بالشخص اللي هو بس إنه يحاول إنه خلاص أخذني وأراكض معاه وخلاص، ولا الدعم النفسي يبي له صدق إنسان داعم وصبور في نفس الوقت ومتفهم، أكيد، وحنون، أكيد، ولطيف، عشان نقدر يلم الشخصية، لأن إحنا قاعد نتعامل مع كيان. آخر سؤال أبي أسألك يا هبة، الدعم النفسي
الشخص لازم بعد يدعم نفسه ويقوي نفسه ويساعد أكيد. نفسه الحوار أكيد. مع الذات هو اللي يصنع أكيد. الإنسان. كلمينا عنه من أي ناحية؟ الدعم النفسي لازم الواحد يدعم نفسه صح. يعني أو أنه بيختمها بهالسؤال نعم. يعني كلمة توجهين حق كل من موجود في هذه الدائرة، شنو الحوار اللي لازم يكون مع ذاته؟ كل مرة أنت تحاول فيها بخطوة صغيرة لازم تكون فخور نفسك فيها. لما أنت تحاول أنك تقابل أشخاص أو أنك تحاول أنك تطلع من هالمنطقة، وكل يوم تحاول أنك أنت تكون إنسان جديد، هذا بروحه فخر، لأنك أنت في النهاية قاعد تحاول. اللي يقول لك والله أن يعني أن محاولاتك فاشلة، للأسف الشديد يعني أصفة هو اللي فاشل، لأن بالنهاية أنت الهم شيء المحاولة، ولا المحاولة تكفي. المحاولة تكفي يعني لأن مثل ما قلت لك الموضوع يبي له بس شوية وقت، ويبي له استمرارية، ويبي له الناس الصح للدعم النفسي. صحيح. شكرا على وجودك معنا اليوم هبه. مشاهدينا كانت معنا هبه الرئيسي الكاتبه والناشطه الاجتماعيه. الموضوع وايد حلو، الدائره او منطقه الراحه او الدائره وايد مصطلحات لها، وايد مواقف ممكن تدخل الانسان بهذه الدائره، لكن لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ما حد لو الدنيا كلها اجتمعت عشان يساعدون هذا الشخص ما راح يتغير الا اذا هو من داخله بيتغير. عطوا الكون فرصه انهم يغيرونك وهو يغيرك ويساعدك. فنتمنى السلامة للجميع، لأن هذا فعلا يدش من ضمن الصحة النفسية. خلونا ننتقل من هذا الموضوع إلى الصحف المحلية الصادرة لليوم وأبرز الأخبار فيها أكيد مع الزميلة فوزية عامر. نبدأ الجولة بصحيفة الشرق. معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية استقبل سعادة السيد لويجي دي مايو الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، ويستعرض معه علاقات التعاون بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يزور حلبة لوسيل الدولية ويطلع على أعمال تجديد الحلبة التي تجري لاستضافة أهم السباقات المحلية والدولية. المجلس الأعلى للقضاء يوقع مذكرة تفاهم بشأن تبادل المعلومات القضائية الائتمانية مع مركز قطر للمعلومات الائتمانية، استكمالا لجهود المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة. الهلال الأحمر القطري يقدم مساعدات نوعية جديدة لبعض الشرائح المجتمعية الضعيفة بولاية نهر النيل شمال السودان. تضمنت مساعدات صحية خاصة بالنساء والأطفال وحقائب إسعافات أولية. ننتقل إلى صحيفة الراية. معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يترأس الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، والمجلس يوافق على مشروع قانون بتعديل قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. صندوق قطر للتنمية يكشف عن اتفاق لتزويد الجيش في الجمهورية اللبنانية الشقيقة بالوقود لمدة 6 أشهر بقيمة 30 مليون دولار في إطار التزام دولة قطر الثابت بدعم مؤسسات الجمهورية اللبنانية. إعلان نتائج الشهادة الثانوية العامة الدور الثاني للعام الدراسي 2022-2023 اليوم الخميس. جمعية المهندسين القطرية تعلن تنظيم ملتقى الأمن السبراني في 21 سبتمبر، وسيعقد الملتقى حلقات نقاشية شهرية تهدف لتعزيز الوعي والتحصين الرقمي في مواجهة التحديات السبرانية المتزايدة. إلى صحيفة الوطن. وزارة البيئة والتغير المناخي تحتفل باليوم العالمي لقرش الحوت، وذلك في إطار التزامها بحماية البيئة البحرية وما تضمه من تنوع حيوي، خاصة قرش الحوت الذي يعد من الأنواع المهددة بالانقراض. وزارة الثقافة ممثلة في مركز شؤون المسرح تشارك في الدورة 10 من مهرجان لبنان المسرحي الدولي الذي انطلقت فعالياته في مدينة طرابلس تحت شعار طرابلس عاصمة للثقافة العربية.
مكتبة قطر الوطنية تحتضن معرضا عن قصة حي بن يقظان، إحدى روائع الأدب العربي الخالدة، ضمن حملة كتاب واحد مجتمع واحد السنوية التي تنظمها مبادرة قطر تقرأ على مستوى البلاد. الاتحاد القطري للرياضة للجميع التابع لوزارة الرياضة والشباب يعلن تفاصيل سباق تحدي الوكرة في نسخته الأولى الذي سينطلق نهاية سبتمبر القادم بمشاركة 500 متسابق. إلى صحيفة العرب. قطر الخيرية تنظم رحلتين إنسانيتين إلى تنزانيا والبوسنة بهدف منح المشاركين فيهما فرصة فريدة تجمع بين متعة السياحة والترفيه وخوض تحدي جديد في ميدان العمل الإنساني والتطوعي. الدكتورة مها النعيمي مسؤولة المعافاة بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، 77% من مراجعي مراكز المعافاة قطريون، وخطط علاجية للسمنة في إطار مجابهة الدولة للسمنة والأمراض المزمنة. سبيتار مستشفى العظام والطب الرياضي يعقد ورشة عمل مخصصة لتعزيز سلامة المكملات الرياضية في قطر، تجمع الموردين الرئيسيين والمهنيين المختصين في مجال المكملات الغذائية. عدد من البنوك العاملة في قطر تصدر تحذيرات جديدة لأصحاب الحسابات المصرفية تطالبهم فيها بالتدقيق جيدا عند استلام رسائل نصية من شركات الشحن. نختم الجولة بصحيفة لوسيل. اللجنة المنظمة لمعرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة توقع اتفاقية شراكة مع بنك قطر للتنمية لتعزيز ريادة الأعمال في مجال الاستدامة ليكون شريكا تنمويا في استضافة الفعاليات والأنشطة. قطاع العلوم الصحية والطبية بجامعة قطر ينظم اللقاء التعريفي الثاني في مبنى ابن البيطار للترحيب بالطلاب الجدد وانضمامهم إلى كليات القطاع في الفصل الدراسي خريف 2023. متاحف قطر تشارك في الجلسة التوجيهية الافتتاحية لبرنامج الفن والثقافة والتراث بالتعاون مع الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر في المدينة التعليمية بهدف تعزيز المناقشات المتعلقة بالفن والتعليم. اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد استمرار الأنشطة التفاعلية في إطار حملتها المرتبطة بالوقاية من الإجهاد الحراري التي بدأت تنظيمها بداية أغسطس الحالي وسط تعاون كبير من الجهات ذات الصلة. مشاهدينا، كانت هذه أبرز عناوين صحفنا الصادرة لليوم، والحين راح نترككم مع بعض الفعاليات ونرجع لكم من بعد الفاصل. تدري ولا ما تدري؟ تدري ان الانسان يتشارك في يوم ميلاده مع 19 مليون شخص؟ اليوم اللي صادف يوم ميلادك هو نفسه يوم ميلاد 19 مليون شخص حول العالم، لكن هذا الرقم يمكن ينقص او يزيد. وتدري اذا كنت مولود في يوم نادر بتشارك يوم ميلادك مع 18 مليون شخص. هذه فعلا معلومة حلوة.
مرحبا بكم مشاهدينا من بعد هذا الفاصل، وصلنا معاكم إلى فقرة جميلة أيضا نحبها هي التواصل الاجتماعي. سؤالنا اليوم طرحنا عبر انستغرام قناة الريان، برأيكم ماذا لو توقفت مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى النت بشكل عام؟ المشاركة الأولى خلونا نشوفها، هي بالبداية خلل بالتوازن الاجتماعي والتخطيط الزمني، ومن ثم يحدث الالتزام من جديد وتستمر الحياة. حبيت هذه المشاركة، فعلا فيها نوع من الوعي اللي هو فعلا رح يصير الخلل نستحمل بعدين رح نرجع نمسك الخط مرة ثانية على شكل جديد. المشاركة الثانية هي نرجع زي زمان، أكيد والتواصل بيكون أصعب، بيرجع البريد، بيرجع الهاتف الثابت، كل شيء أهمل رح يرجع. ما شاء الله، ما تخيل نحن بنرجع لذاك الزمن، بس ما ممكن الواحد يحتاج. مشاركة أخرى أيضا، الكل سيجتمع مع الأهل ويزيد التواصل بين أفراد الأسرة. فعلا انقطاع السوشيال ميديا أو حتى الواحد لما يترك نفسه ويبعد نفسه عن السوشيال ميديا يشوف نفسه فجأة رجع مع أهله. عندنا أيضا بيقوم سوق المجمعات والحدائق والبحر وكل شيء مهجور، راح يحيي القلوب وبتتنظف. جميلة هذه المشاركة. عندنا أيضا شعور بالملل، والمشاركة الأخيرة راح نرجع للزمن الجميل. تبارك الرحمن، أغلب مشاركاتكم كلها يعني فيها طاقة إيجابية، كنا في حماس واستعداد أن أنتم ترجعون حتى القبل. هذه أشياء جدا جميلة. من كم يوم صار لي أهيئ نفسي أن أترك مثل هذه الأشياء السوشيال ميديا أو حتى أقلل. ممكن الواحد يرجع، ولكن الجميل أن روحكم هي الجميلة، وفعلا قاعد تشوفونا من منظور إيجابي. تزداد أهمية مشاهدينا صناعة المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك مع زيادة التطور التكنولوجي وارتفاع أعداد متابعي مواقع التواصل الاجتماعي اللي كلنا صرنا فيها، واتساع أيضا مساحة حرية التعبير عن الرأي عبر منصات هذه التواصل الاجتماعي. باتت فكرة صناعة المحتوى في مواقع هذه أو مواقع التواصل الاجتماعي أمرا مهما لتوصيل رسالة ناجحة للجمهور. فما الخطوات التي يجب اتباعها لصناعة محتوى جميل هادف؟ خلونا نتابع هذا التقرير. ترويج محتواك على منصات التواصل الاجتماعي لا يجب أن يكون بلا وعي، وسواء كنت تكتب من أجل كسب المال أو للتأثير في فئة من الناس، فيجب عليك اتباع خطة واعية للنشر. وفيما يلي نسرد بعض مهارات إنشاء محتوى فعال على منصات التواصل الاجتماعي. أولاً، الاعتماد على المرئيات مثل الفيديوهات والصور التي تدعم المحتوى المكتوب. ثانياً، اختيار العناوين الجيدة، لأن المنشور أيضاً من عنوانه وهو الذي يحدد ما إذا كان محتواك سيجذب القراء أم لا. ثالثاً، يجب أن يكون المنشور موجهاً لفئة معينة، عمرية أو وظيفية أو جغرافية أو غير ذلك، ولكل فئة خصائص مميزة يجب أن توضع في الحسبان أثناء الكتابة. رابعاً، التنبه لما يجب تضمينه في المحتوى، وكذلك العواطف التي تلمس قلوب الجمهور المستهدف. أخيراً والأهم، التدقيق فيما ينشر، فمعلومة واحدة خاطئة قد تكلف صانع المحتوى فقدان ثقة الجمهور. هذه بعض الخطوات البسيطة الخفيفة اللي ممكن واحد يتبعها لصناعة محتوى جميل على السوشيال ميديا. خلونا ننتقل إلى مختارات حول العالم، وبالتحديد إلى الولايات المتحدة، حيث شوهد فيها ظاهرة القمر الأزرق الفائق، وهي ظاهرة أقل شيوعاً حيث تحدث مرة واحدة كل 10 لـ20 سنة. وقد حدثت ظاهرة القمر الأزرق الفائق سابقاً في ديسمبر 2009، ومن المتوقع تكرار هذه الظاهرة مع المجموعة التالية التي ستأتي في تتابع سريع يناير ومارس من عام 2037. مشاهدينا، إلى معلومة أخرى، تقاس شدة الأعاصير وأثارها المدمرة بواسطة مقياس سفير سمبسون، وهو يصنف الأعاصير
أو يصنف العصير إلى 5 درجات بحسب سرعة الرياح والأضرار المحتملة. تفاصيل مشاهدينا في الفيديو التالي. تقاس شدة الأعاصير وآثارها المدمرة بواسطة مقياس سافير سمبسون، فهو يصنف الأعاصير إلى 5 درجات بحسب سرعة الرياح والأضرار المحتملة. في الدرجة الأولى تتراوح سرعة الرياح بين 119 و153 كيلومترا في الساعة، وتلحق أضرارا بالمنازل والأشجار والخطوط الكهربائية. تحت هذه العتبة تعتبر الظاهرة عاصفة استوائية. في الدرجة الثانية تتسبب الرياح التي تتراوح سرعتها بين 154 و177 كيلومترا في الساعة بأضرار كبيرة تلحق بالأبنية، وينقطع التيار الكهربائي طوال أيام عديدة. اعتبارا من الدرجة الثالثة يعتبر الإعصار بالغا، فهو يكون فتاكا ويتسبب بأضرار مادية كبيرة، كما نلاحظ الفيضانات بالقرب من المناطق الساحلية. عند الدرجة الرابعة تعصف الرياح بسرعة تتراوح بين 209 و251 كيلومترا في الساعة، وتتسبب بأضرار كارثية وتفرض إجلاء مناطق على مسافة 10 كيلومترات من السواحل، وتصبح مناطق سكنية كثيرة غير قابلة للسكن طيلة أسابيع أو أشهر. أما الإعصار من الدرجة الخامسة فهو الأعنف، وهو يترافق برياح سرعتها 252 كيلومتراً في الساعة أو أكثر، وهو قادر على إلحاق دمار دائم بالبنى التحتية والمناطق السكنية. خلال هذه الظاهرة يتم إجلاء مناطق تبعد حتى 16 كيلومتراً عن السواحل. مشاهدينا، نختم مختاراتنا من حول العالم مع جهود يابانية هائلة للاستعداد للزلازل منذ العام 1923 إلى يومنا الحالي. انتابع. لم تعد العاصمة اليابانية طوكيو تشبه على الصعيد المعماري ما كانت عليه في العام 1923 حين هز زلزال كبير بقوة 7.9 درجات سهل كانتو، وتسبب بمقتل نحو 105,000 شخص، وهو من بين الزلازل 10 الأكثر عنفا في العالم منذ 100 سنة. وبعد الزلزال الذي ضرب مدينة كوبي اليابانية في العام 1995 وأودى بحياة أكثر من 6,000 شخص، زاد التركيز على تعزيز معايير البناء المقاوم للزلازل بالنسبة للمساكن الخشبية الجديدة وتحديث المباني القديمة العائدة إلى ما قبل التحديث الشامل الذي طرأ على معايير البناء في العام 1981، وأضيفت أخيرا إلى الأساسات الصلبة لناطحات السحاب آليات مضادة للاهتزاز تشمل وسائد مطاطية ضخمة تحت الأساسات لعزلها عن الأرض وأجهزة لامتصاص الصدمات. ここにはオイルダンパーっていうのが置いてありますけども、これ筒の中にですね油が入ってるんですね。で、本物はもっと大きくてですね、人が抱えられないぐらいの大きさがあるんですけども、これが地震の時にこう伸びたり縮んだりっていうことを繰り返す。 そうすると何が起こるかというとですね、やがてこれが暖かくなってきます。つまり振動のですね、揺れのエネルギーを熱のエネルギーに変換して消費する。で、結果として建物の揺れを抑えると。 في العام 2011 وقع زلزال بلغت قوته 9 درجات وتلته موجة تسونامي عنيفة في شمال شرقي البلد، لكن الأضرار في طوكيو كانت محدودة، فأبراجها العالية تأرجحت لوقت طويل من دون أن تنهار. 東京のこの辺り一帯がですね、大変な交通渋滞が起きてしまいました。帰宅困難者の皆様が発生したということになります。これ以降ですね、当社はこの帰宅困難者の皆様を受け入れる、そういった施策を講じておりまして。 ومنذ العام 1960 تحيي اليابان في الأول من أيلول سبتمبر اليوم الوطني للحد من الكوارث الطبيعية، ويخضع خلاله تلامذة وموظفون ومسؤولون لتدريبات لمحاكاة زلزال ضخم. مشاهدينا، كانت هذه أخبارنا من حول العالم، والحين راح نروح معكم فاصل نتقيكم من بعده، خلكم معنا.
حياكم الله مشاهدينا بعد هذا الفاصل. الحاضر مستقبل الأمس، تحت هذا الشعار أطلقت مطافئ مقر الفنانين معرضا لأكثر من 30 فنانة. تفاصيل في التقرير التالي، نتابع مع بعض. الحاضر مستقبل الأمس، تحت هذا العنوان أطلقت مطافئ معرضا جماعيا لأكثر من 30 فنانا يسلط الضوء على المراحل المتعددة للعملية الإبداعية لفناني الإقامة الفنية، ويقدم لمحة عن ممارسات الفنانين في الاستديوهات جنبا إلى جنب أعمالهم الفنية بعد الانتهاء منها. الحاضر هو مستقبل الأمس، يعني هذه من المحاور اللي هي تخلي الفنان يبدع ويبحث أكثر. احنا يمكن عادة متعودين ان يكون البرنامج فيه قطريين ومقيمين وسنة واحدة، ولكن هالمرة دمجنا بين سنتين وتجارب مختلفة، وهنا تأتي قوة مطافي في جمع هذا العدد من الفنانين وتحت سقف واحد بحرفية عالية بأساليب مختلفة بمحاكاة بين الأعمال الفنية وبين الفنانين. فإحنا جدا مبسوطين وسعيدين بهذا المشهد الفني اللي قاعد يتطور يوم بعد يوم من خلال مطافي والبرامج اللي نطرحها. أعمالي هي مستوحاة من صور قديمة كانت من الألبوم، صوري القديمة من الألبوم، وخذت الأشكال هذه، الأشكال متنوعة. طبعا اللي قص الصور هي الوالدة الله يحفظها، وحطيتها على الارت ورك على او القطعه الفنيه اللي عرضتها اليوم، وطلعت معي هال من هالاشكال، طلعت معي هالفكره اللي هي الكيوبس اللي تمثل شلون الاطفال يلعبون في البلوكس او يلعبون في الاشكال هذه ويحطونها في العلب. طبعا يعني تجربتي في مطافي كانت جدا ايجابيه، استفدت كثير وتعلمت كثير، وفتحت لي المجال اني طبعا امارس صنعتي بكل اريحيه واستكشف على راحتي، ومهما كانت الافكار اللي انا يعني كنت ابحث فيها واحاول اطلعها كنت دائما احصل الدعم من الفريق، ويعني كنت ايضا محاط ببوتقه من الفنانين الرائعين ايضا اللي يعني مثل ما احنا شايفين اليوم في المعرض قدموا اعمال جدا جميله. تهدف الأعمال المعروضة إلى نقل جزء من هذه الرحلة الفنية مع طمس الحدود بين العملية والنتيجة وسد الفجوة بين التجربة الشخصية في الاستديو والأعمال الفنية النهائية الموجودة في إصطالات عرض الفن المعاصر. إذن مشاهدينا، كما شاهدنا في التقرير التالي أو السابق عفوا، جمعت متاحف قطر نتاجات 31 فنانا شاركوا في النسختين السادسة والسابعة من برنامج الإقامة الفنية في معرض الحاضر مستقبل الأمس. يسرنا الآن أن تكون معنا الفنانة هند العبيدلي، وهي إحدى الفنانات اللواتي شاركن في النسخة السابعة من برنامج الإقامة الفنية في مطافئ مقر الفنانين، واللي تعرض أعمالها أيضا اليوم في هذا المعرض المشترك. صباح الخير هند. أهلا، صباح النور، كيف حالك اليوم؟ الحمد لله تمام. هند، نبي نتكلم شوي عن هذه المشاركة الجميلة، ما شاء الله قاعد نشوف المعرض في أشياء يعني في كل أنواع الفن موجود وأشياء جميلة، يعني الواحد تنفتح نفسيته ويحس بطاقة حلوة، كلمينا عن مشاركتك هنا. أيوة. طبعا المعرض هو معرض سنوي تقريبا، اللي هو المعرض اللي يتابع للإقامة الفنية. بعد 9 شهور من الإقامة يتم طرح المعرض. مشاركتي في هالمعرض اشتركت في 3 أعمال تابعة لموضوع من فترة كنت أشتغل عليه اللي هو التنفس تحت الماء. خلال مطافي اشتغلت على موضوع اسمه 30 ثانية. 30 ثانية هذه هي المدة المتوسط المدة اللي الواحد يقدر فيه أنه يحبس فيها أنفاسه تحت الماء. فأنا أدرس يعني تصرف الشخص خلال هاي 30 ثانية. بعد 30 ثانية اللي يصير انه طبعا ينقص فيه الاكسجين والرئة تمتلي الماء وكذي، ممكن ان هالشيء يؤدي للغرق. يعني هند، عندك علاقة خاصة مع البحر والماء، ولا انت الفكرة من ان الواحد لما يكون يعني مثلا في فترة اختناق وبعدين شلون يطلع من الفترة اللي هو فيها، او شرحي لنا؟ الاثنين.
يعني البحر والماء عندي علاقة فيه تربطني من سنين، يعني كنت دائما أروح سباحة وغوص. بالنسبة للغرق أنا ما غرقت شخصيا، بس مريت بتجربة اختناق داخل الماء، كانت إحدى مراحل رحلات الغوص اللي كنت بروح فيها، وكان الماء وايد بارد إيه، فأثرت فيني وما قدرت إن أنا حسيت بهالشعور يعني. وحبيتي توصلينها لا منها بعدها أنا وقفت أروح الصراحة الغوص، و صرت أوثق بيسكلي، يعني رحلاتي صارت أكثر للبحر، إن أنا أوثق يعني مثلا انتبهت للرفلكشنز اللي يصير، الانعكاسات الماي شو يصير للجسم نفسه لما ينزل تحت الماي، الألوان تتغير، الأحجام تتغير. منها بديت مرحلة البحث عن هالموضوع. جميل. طيب كيف شفتي تفاعل الناس معاكم أو معاك أنت بالتحديد؟ لا أمس كان ما شاء الله المعرض مليان، يعني التفاعل وايد حلو. ما أعرف العدد بالضبط اللي حضروا، بس يعني ما في كان فرصة إن الواحد يوقف. ما شاء الله. يعني استمتعتي يعني من أحلى المعارض اللي زرتها الصراحة في الفترة الأخيرة. واستمتعتي إن أنت تكونين تتواصلين معهم. كان انتراكشن حلو مع الجمهور. جميل. وطيب فترة الإقامة في مطافي كانت جميلة؟ جدا. رحلة هي عشتيها؟ كانت تجربة وايد حلوة. تعرفنا على، يعني كانت فرصة حلوة أن نتعرف على فنانين ثانيين المقيمين معنا. التجربة نفسها جميلة، يعني المكان، الفاسيلتيز الموجودة، الأشياء الموجودة، المكان نفسه جدا طبعا غير عن بعد يعني حق فنان مريح جدا. نقدر نقول كذي يعني كل شيء متوفر، الناس إذا تبين تسافي مع حد متوفر، الهدوء متوفر، الدعم كامل يعني 100% يعني. الحمد لله. راح تكررين التجربة معهم؟ والله يا ريت يعني، بس يا ريت إنه ما خلصت يعني، لأنه إن شاء الله تكون تجربتك أحلى بإذن الله. تكون بس هذه انطلاقة إن شاء الله بإذن الله. شنو أكثر شيء حبيتي في الإقامة هناك؟ أكثر شيء حبيته الفرصة إن أنت مثلاً في مكان واحد ومعاك 14 فنان، أنا رقم 15، فكل واحد تخصص ثاني، يعني في التصوير، في الفيديو، في سكالبتشرز، في رسم، في كل الأشياء، فأنت يعني you get inspired. جميل. شكرا هند على وجودك معنا، ونتمنى لك التوفيق حتى في الفن اللي تقدمينه. الله يسلمك. مشاهدينا، هذه بالعاده اللي تقدم لنا مطاف مقر الفنانين، فعلا تجمعهم كلهم مع بعض حتى يستفيدون ويستمتعون مع بعض، واحنا بعد ننصدم بالمواهب الجميله والفن اللي قاعد يتشعب وتطلع لنا فنون جميله. خلينا ننتقل معاكم الى جامعه الدوحه للعلوم والتكنولوجيا، حيث يتواجد مع فيها زميلنا مشعل حسن لتغطية حفل توقيع اتفاقيه تعاون بين جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وأيضاً وزارة البيئة والتغيير المناخي. صباح الخير مشعل. أولاً أصبح على زميلتي مريم المنصور، وأصبح عليكم أيضاً السادة المشاهدين. ونعم اليوم أنا متواجد هنا في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، حيث تم قبل قليل عقد تعاون بين الجامعة وبين وزارة البيئة والتغير المناخي بحضور الشيخ سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي الثاني. وأيضا لتفاصيل أوفى عن هذا العقد يسرني أن يكون معي الدكتور رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا الدكتور سالم بن ناصر النعيمي. مرحبا وصبحك الله بالخير دكتور. صباحك الله بالخير، ونرحب فيكم في الحرم الجامعي لجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، ونرحب على السادة المشاهدين. ويعني اليوم هذه الاتفاقية هي اتفاقية مهمة جدا، تخدم استراتيجية جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، وتخدم استراتيجية وزارة البيئة والتغير المناخي، وهما الاستراتيجيتين يخدمون الاستراتيجية الوطنية 2030. هذه الاتفاقية تقدم خدمات الجامعة للوزارة، ومنها أولا تقديم خدمات الخبرات العملية والأكاديمية والبحثية الموجودة بالجامعة. هذه طبعا أهم البنود. نعم نعم نعم، اللي ممكن الوزارة ومنتسبيها يستفيدون منها. كذلك كيفية إيجاد فرص لطلبتنا في العمل مع الوزارة
لحلول بعض المشاكل الواقعية الموجودة بالوزارة وموجودة في البيئة والتغير المناخي بشكل عام، وكذلك من خلال هذه التجارب ممكن توجد فرص للطلبة فيما بعد للعمل في الوزارة أو في أي جهة أخرى. كذلك في تنظيم بعض الورش والمؤتمرات التي تخدم بعض الظواهر الطبيعية التي الوزارة ترى أنه لابد من البحث فيها والعمل بها، من إيجاد يعني منصة لإيجاد الخبراء العالميين والمحليين في دراسة هذه الظواهر وتقديم المقترحات العملية الواقعية التي ممكن تطبيقها على أرض الواقع. بالنسبة للجامعة اليوم، جامعة الدوحة، شنو الأهمية أو الاتفاقية تمثل أهمية للجامعة؟ تقدر تقول لنا شنو أهمية هذه الاتفاقية؟ جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا هي جامعة تطبيقية، من أهم أهدافها هي تحاكي المجتمع الأعمال بشكل عام، المجتمع الأعمال الخاص والحكومي، ومن أهم بنودها هي كيفية ربط القطاع الأعمال بالقطاع الأكاديمي. من خلال هذه الاتفاقية ووجود هذه الاتفاقية حتكون منصة لربط خبراءنا وأكاديميينا باحتياجات الوزارة، متمثلة في احتياجات الدولة في آخر يعني المطاف. كذلك كيفية ربط الطلبة بالواقع العملي، وهو أهم هدف عندنا أن الطالب يكون مستعد للعمل فيما بعد التخرج. فهذا الربط خلال سنوات الدراسة تطيح فرصة للوزارة لأولا تعكس احتياجاتها على المسار الأكاديمي، ومن ثم يقوم الطالب بالعمل الميداني، فبعد التخرج يكون هو جاهز للعمل إن شاء الله. إن شاء الله يعني راح يكون في جانب عملي بالنسبة للطلبة. أكيد، هو الجانب العملي له أكثر من محور. المحور الأول وهي المشاريع اللي هي يعني تكون خلال الدراسة، كذلك المشاريع النهائية، كذلك المشاريع أو المشاريع البحثية اللي ممكن الطالب يكون يعني يقدم على مشروع بحثي. المشروع البحثي هذا يحاكي احتياج معين موجود في إن شاء الله الوزارة. شلون راح ترجمون هالاتفاقية والتعاون على أرض الواقع بين الجامعة والوزارة؟ الحمد لله، يعني احنا اتفقنا على أن يكون هناك في لجنة تسييرية بين الطرفين. هذه المشاريع حتترجم إلى مشاريع حسب هي بحثية أو تدريبية، لها تحديد زمن ولها تحديد أوقات معينة للتنفيذ، وإن شاء الله يكون هناك في متابعة يعني عن قرب لتنفيذ هذه المشاريع وترجمتها على أرض الواقع. طبعا مثل هالاتفاقية مهمة جدا، من يعني هي تعتبر من خطط العمل الوطنية لرؤية قطر للتغير المناخي 2030. أيضا من الأشياء المهمة بالنسبة لهذه الخطة وجود نقدر نقول أعمال أو أبحاث مشتركة بين الجامعة وبين الوزارة، مثل وشو هذه الأبحاث؟ يعني مثال بسيط جدا، وهو كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في محاكاة الظواهر الطبيعية. يعني الآن أحد الثورات التكنولوجية أو الصناعية الموجودة وهو كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات. احنا حنركز على استخدام الذكاء الاصطناعي في حل بعض المشاكل اللي لها علاقة بالبيئة، ومن ثم تنعكس على الإيثار أو على الجانب الاقتصادي الموجود في الدولة. شكرا جزيلا أستاذنا أو الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، ونعم مشاهدينا الكرام، هذا اللي كان لي عندكم من هني من جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، وحاليا ننتقل إلى زميلتي مريم المنصور، الكلمة عندك. شكرا زميلنا مشعل على هذه التغطية الجميلة، وشكر موصول أيضا ضيفك الكريم، وإحنا سعيدين جدا أن في ناس مؤمنين ويتكلمون بهذا الاندفاع يعني بحب عن أي شيء يخص التعليم، خصوصا في مجال التكنولوجيا، لأنه فعلا نحتاجه وفعلا في كثير من طلابنا يحبونه. وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا لليوم، نشكركم على المتابعة. لازم نقول لكم سؤالنا للحلقة القادمة، سؤال جميل بسيط حق الأمهات، كيف كان الأسبوع الأول لأبنائكم في المدرسة؟ شيء جميل نحن نشوف عيالكم. نشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي، في أمان الله.